المنتخب المغربي اللي عن طريق رئيس الاتحاد رئيس الجامعة المغربية الأقجع، لكن يبقى دائما على قميص المنتخب الوطني نجمتين وللأقجع في قميص منتخب نجمة واحدة. باي باي منتخب المغرب. شوف فرحان في باي باي، شو الوقف بعد الدير ديك ديال مالك على حالتك؟ منجبوك انت مناش ودنك واقفين بحال الحمراء، يمكن اللحم اللي كتاكلو انا فشكيت في هذه الدورة رغم كل الكولاسة جنوب افريقيا، رغم كل الكولاسة. وفين ديك الكولاسة اللي كنتو كتقولوا لنا؟ ها المغرب تقصى فين الكولاسة؟ لعبة من اجل العرب. مازال ما درتيش ابوني، واش كتسنى؟ دير معنا ابون، زير معنا الصندة. يلا السلام عليكم، كيف حالكم يا اين انتم يا كره؟ دابا عاد بديتو كتبانوا، عاد عرفتي هادشي كاع من هدف اي كامبي لدابا تخبيتو صدمة تبع صدمة. كأس إفريقيا الفايت، تصفية المؤهلة لكأس العالم الفايت، كأس العالم قطر الفايت، مقابلة ديال تلنا بعد خرجتو في لي كومونتير عاود يا بواسيل الدين يا المطبعين يا اليود يا الخميسات يا ديات. عاد بديتو كتبانو، ايوا فين كنتو؟ فين كنتو يا بني كرغل؟ اليوم الإخوان غادي نشوفو فرحة المحل محلي الجزائري فرحان بهزيمة المنتخب المغربي ضد جنوب افريقيا. قال لهم جنوب افريقيا كتمثل العرب. نجي نشوف واش قال هذا المحلي المكرغل. على بركة الله نشوفوا الفيديو اللي صيفطوا لنا اولا. شوف شكون اللي بغى يضحك علينا. شوفوا جا الترموس، شوفوا جا الترموس اللي بغى ضحك علينا وبعدا غير لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف شوف المغرب غسل المسكين ضروري يديروا الأصوات الحيوانات، حيت راه قالوا لك راه السياج اللي خاص يضروا على الجزائر وتولي حديقة. اسمع شتي وتعرفوا مش ما تعرفوا حمار ما تعرفوا كلب. اسمع واه عاود ما تعرف عاود واش تعلب واش ديب واه واه المغرب خسرت واه المغرب الا خسرت وجه الترموس وجه المستطيل. الا خسرت المغرب راه خسرت مع جنوب افريقيا، الا خسرت المغرب راه خسرت في الدور الثاني ماشي خسرت من المجموعات ومن موريتانيا واه المغرب خسرت واه ما كيعطي حتى شي اضافه. المغرب خسرت المغرب خسرت صافي ما في خبر. تسولوا دابا اش من دور فاش خسرات اش من كذا ما يفهمش. المغرب خسرتي اوه هو هذا زيد شويه ولي بحال صفيه باللبن بقره الحلو بقى ليه شويه ولي بحال صفيه بعاوده ولا عاود ولا عاود نعجه. قلت لك راه حيوانات عندهم علاقه مع الحيوانات والله الا راكم تحفيا الكراغله سيتي ايو ولا عاود بش قلت لك حديقه ايو ندوزو الفيديو اخر. رغم الاقصاء احنا النشاط دايما هذي في الرشيد يمكن 100% البلدي هذا هو البلد ديال الاخوان. هذا نوع موسيقي صامت كينوض كل شيء يشطح فيه. نيشان دوزوا الفيديو اخر. لا 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 والف لا، تعرف كي تشوف المغاربه متحدين قسما بالله نحتلوا العالم. بعد الشوشار على الخميسات خرجنا لكم بالمرتديلات. اه المرتديلا، شوفوا بالكم القصه ديال المرتديلا، القضيه ديال المرتديلا. الا كومونتيتو قلتو قول غادي ندير فيديو عليها مرتديلا ولا فاك ديال الكراغلا مرتديلا زعما. اسمع اسمع تاع الجزيريات اللي في الجامعات اللي يمشيو غير بالكويسات نتاع الدجيجات. وشكرا للمغاربه على التضامن ديالهم والتعليقات لانهم كانوا هاجمين عليا هجوم خرافي. وتحياتي لكم كاملين، فانتوما كتبدعوا وتبارك الله خرجوا لي فلاير، خرجوا لي طاق، خرجوا السكرينات، خرجوا لي ترول، خرجوا لي تصاور تاع الرايات كذا. تبارك الله المغاربه كيبدعوا في الكلاشات وداكشي عجبتوني، ولاو عندهم المرتديلا ترند
احنا غنساهموا معكم في اقتصاد الجزائر. والمشكله ان قضيه الخميسات اشاعه وما كيناش اصلا لا اساس لها من الصحه ديال قضيه الكلاب، ولكن نتوما قضيه المرتدين لا نعمه ربي بزاف صاحبي والله الا حشو. ندوز الفيديو اخر. المغاربه ناشطين ما مسوقين لك صافي اقصاء، حنا كنتقلقوا في ديك اللحظه فاش سالت المقابله وتقدر ديك الليله الناس وكذا ومقلقين ومعصبين، من بعد صافي كيدوز مولفين النكسات. عادي عادي كنتقبلوها. الصحراء رايتنا في القلوب مهما صرا شعبنا المحبوب رانا نسمحوش في الدرابو حنا المغاربه جيتنا غربه دزول فيديو اخر. شو الايفوارين كيبكيو علينا، حنا ما بكيناش في الايفوارين. برافو التحيه للشعب الايفواري رجال، هادوك خوتنا، هادو خوتنا، هادو ديالنا. الايفواريين ما عجبهمش ان المغرب يتقصى والكراغله دايرين الفشط. يلا هادوك خاوا خاوا ديال هادوك اللي كيقولوا خاوا خاوا، سير شوف الشوارع ديالهم ما خرجوش يحتفلوا معنا في كاس العالم وخرجوا دابا لاقصاء المغرب. ويلي بغيتي تبقى خاوا خاوا شغلك هذاك، الله يطلق بهم، سير هما دوك الحدود الدراب. دوز من فرنسا ولا من تونس وسير تعيش معاهم. دوزوا الفيديو اخر. قالت لي الفايده المروك خسرات وهذا هو الاهم. شفتي المغاربه الضحك واخا كيبغيو يطلعوها بينا كنصدقوا حنا وطلعينها بهم. شو المغربيه زعما يا عم مسوقاش، وكان دابا الكراغله وكان شي كرغوليه هادي تصب يا المناركه يا اليهود يا المطبعين يا بواسي اللي الدين يا طاطا، داك الاسطوانه ديالهم اللي ما كتحرك فينا حتى شعره. قالت لي الفايده المروك خسرات وهذا هو الاهم. نقولك واحد القضيه صاحبتي، حنا اختي ما كنرضاوش يجي عندنا الضيف وما نوصلوش حتى للباب، حشومه حشومه يجي عندنا شي واحد وما نهبطوش معاه ونحلوا ليه الباب ونبقاو نتحتوا معاه قدام الباب شحال عاده باش نتوما غاديين ونشوفوكم غاديين صاحبتي، وكتسناو في الطياره وبقيتوا علينا يلا معنا يلا معنا. سبقتونا زعما، زعما نتوما تقصيتو قبل ما نتقصاو. انا وحشومه نرجعوها في وجهكم، راه صاحبتي الجوا اجعار الجار على جارو. طلعتها بها. اويلي اصاحبتي حنايا عندك المغرب وتونس والجزائر دايرين بحال دوك المسم. دوزو الفيديو اخر. السلام عليكم، هذوك الناس اللي كيقولوا فتنات اشد من القتل. سمعوا هذا الميساج. واش لاباس نتوما شويه؟ الفتنه لما ذكرت كانت مذكوره فيما يخص الدين، يعني ان الانسان دفعوا للشرك ولا الى الرده ولا تخرجوا من الدين ديالو، حنا شي واحد هنا ما كيدفع شي واحد الخروج من الدين. وثانيا هذا الشيء اللي كاين ماشي ضد الشعب، هذا الشيء ضد اي واحد كيذكر بلادنا بالشر وما كيبغيناش الخير، هادشي معروف. انتوما شفتوا شحال من مؤثر مغربي مشى للكوت ديفوار كلهم فيديوهاتهم فيهم ايجابيه وكيشكروا كوت ديفوار وكيشوفوا الحاجه الزوينه والحاجه الخايبه اللي شافوها كيقول الله يسهل على ديك الناس يبدلوها. اي فيديو شفتوه دابا ديال الجزائريين اللي كيسبوا قارنوا الجزائر بكوت ديفوار، اش غتقارن؟ اش غتقارن اصلا؟ قارن راسك مع سويسرا ولا مع المانيا وشو راسك بشحال معطل، قارن راسك مع المغرب وجمع عضوي ترتاح مع راسك. اذا ما خصش شي واحد انه يستبيح بلادنا ونخليوه يدوي كيما بغى مرتاح. واش انا ملي كنكتب شي حاجه كنعاير الشعب الجزائري؟ ما كنعاير حتى شي واحد فيهم، هما رئيس الدوله ديالهم كيكتب 1000 تريليون مليون مبروك، وبغيتونا حنا نديرو عقلنا زعما شنو؟ نيشان انا متفق معاك، ما عندناش احساس. كاينه 204 دول في العالم ولا 212 دوله في العالم، الا كنا زوينين مع 211 وعندنا مشكل مع دوله حيت ما خلاو ما داروا فينا، ما علينا حتى شي اشكال، جايبين المعذب والناس كيدعموا عصابه مسلحه ديال المؤمنين.
ورشة زيقة ما اختي فين ما قلنا احنا فين ما كان المغرب كيخرجوه من يابهم اي حاجه جابوها ب كيما كانت كيجيبوها ضد المغرب. المغرب حققنا هذا كروي لا تجي واش هما ما خلاو ما داروا ضدنا وبغيتونا احنا نسكتوا نتوما دابا بعقلكم دوك الليل كيلعبوا عليكم جوج كلمات الفتنه شادوا مش ماشي راه ماشي فتنه هذه وحنا ما كنسبوهم ما كنعيروهم ما كنحرضوا ضدهم حنا كنضحكوا غير كنضحكوا عليهم لانه هما بحال واحد دابا كيعير كنت كتضحك عليه واش شكون اللي دار اللي دار الغلط انت ولا هو دابا رديتو داك غير اللي كيرد عليه بالضحك بغيتو تردوه هو اللي غلط انا نتوما يا كراغي لاشتقنا لك ندوز الفيديو اخر. المنتخب المغربي اللي عن طريق رئيس الاتحاد رئيس الجامعه المغربيه الاقجع لكن يبقى دائما على قميص المنتخب الوطني نجمتين والاقجع في قميص منتخب نجمه واحده. باي باي منتخب المغرب. شو فرحان باي باي شو الوقفه بعد داير ديك ديال مالك على حالتك مناش جابوك انت مناش ودنيك واقفين بحال الحمراء يمكن اللحم اللي كتاكلو انا فاش شكيت في هذه الدوره رغم كل الكولاسه جنوب افريقيا رغم كل الكولاسه وفين ديك الكولاسه اللي كنتو كتقولوا لنا ها المغرب تقصى فين الكولاسه لعب من اجل العرب عرب فلسطين وفعل اسمع اش قال اسمع افريقيا لعب من اجل رغم كل الكولاسه جنوب افريقيا لعب من اجل العرب عرب فلسطين وفعل ما يمكن ان يفعله دابا دخلوا عود فلسطين ويدخلوا والله تطرصوا بالله عرب النخوه فلسطين تفوقت وموجوده في الامه العربيه وفي قلبها وايضا مع الامه التي تبحث دائما على اعلاء كلمه الحق. جنوب افريقيا تمثل العرب في هذه الدوره لانها مع القضيه الفلسطينيه وفرحان فرحان السيد فرحان يوم فيها بس تفرحوا شويه نشطوا شويه مع راسكم اعطيناكم فرصه ومناسبه نشطوا يا الكراغله لي خلصنا اخر الفيديو تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للكراغله ديما مغرب من طنجه للكويره السلام عليكم.